نائب المستشار النمساوي كوغلر: لسنا في روضة أطفال. المستشار يؤكد استمرار عمل الحكومة بعيداً عن الفوضى. وفاة شاب سوري صدمه ألماني مدمن مخدرات بالنمسا العليا. جمعية ريسبكتيرا تطالب بإنهاء ذبح الحيوانات في عيد الأضحى. الكشف عن جثة امرأة مدفونة بالنمسا العليا مفقودة منذ 9 أشهر. مدينة هالشتاد لم تستعد سياحها الصينيون بعد كورونا. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعرب نائب المستشار فيرنر كوغلر من حزب الخضر عن تفاؤله رغم الخلافات الكبيرة مع حزب الشعب، مؤكدا استمرار العمل على مشاريع مشتركة في الحكومة. وأكد كوغلر على أن الخطوات التي اتخذها الخضر بشأن قانون إعادة تأهيل الطبيعة كانت وفقا للضمير وليست مناورة انتخابية، حيث رد حزب الشعب بغضب معتبرا أن هذه الخطوة خيانة للثقة. وأكد كوغلر على أن الخضر ملتزمون بحماية المناخ والبيئة وأنهم يتطلعون للعمل المشترك في البرلمان على العديد من القضايا، لأننا لسنا في روضة أطفال. أعلن المستشار النمساوي كارل نيهما أنه لن يسمح بالفوضى في البلاد نتيجة حل الحكومة، مشددا على أهمية استقرار البلاد السياسية. وأكد نيهما أن وزيرة الطاقة والمناخ ليونر جيفسلر خالفت الدستور بدعمها قانونا بيئيا أوروبيا دون التشاور مع الحكومة، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون. وأضاف أن النمسا تمتلك سجلا طويلا في الحفاظ على البيئة والطبيعة وأنها لا تحتاج إلى إشراف من بروكسل. وأشدد نيهما على أن التحدي الحقيقي يكمن في انتهاك الدستور لأغراض انتخابية. لقي سائق دراجة نارية سوري كردي يبلغ من العمر 28 عاما حتفه في براوناو بالنمسا العليا عندما دهسته سيارة يقودها ألماني لا يملك رخصة وتحت تأثير المخدرات. ووقع الحادث عندما كان السائق وصديقته في طريقهما إلى متجر للوجبات السريعة، حيث اصطدما بالدراجة النارية عند محاولتهما الالتفاف. ورغم محاولة إسعاف الشاب توفي على الفور، بينما أصيب السائق وصديقته بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، حيث فحصت الشرطة السائق ووجدت بأنه كان منتشيا بالمخدرات ورخصة قيادته قد سحبت بسبب تعاطي المخدرات منذ سنوات عديدة. نظمت جمعية ريسبكتير احتجاجا أمام البرلمان النمساوي مطالبة بإنهاء ذبح الحيوانات بدون تخدير مسبق، وذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى. ورغم أن ذبح الحيوانات بدون تخدير مسبق محظور بشكل عام في النمسا، إلا أن هناك استثناء للذبح في الطقوس الدينية. وتهدف جمعية ريسبكتير إلى تسليط الضوء على معاناة الحيوانات الناجمة عن الذبح. وتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات الاحتجاجية في بادن ونوشتاد، كما دعت الجمعية إلى التوقيع على التماس عبر الإنترنت بعنوان لا للاستثناء في الذبح. عثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 54 عاما في لينز بالنمسا العليا بعد فقدانها منذ أكتوبر 2023، حيث تشير التحقيقات إلى وفاتها لأسباب طبيعية. ويشتبه في تورط رجل يبلغ من العمر 43 عاما، حيث زعم أنه دفن جثة المرأة بالقرب من شقته في جنوب لينز بعد احتفالهما معا ليلة اختفائها. ويواجه الرجل الآن اتهامات بالتخلي عن شخص مصاب وتدنيس حرمة الموتى وفقا لما أكدته المدعية العامة. وقد تم الأمر بإجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة الدقيق. وقد أبلغ الرجل في البداية أن المرأة غادرت شقته طواعية واعترف لاحقا لصديقه. تراجعت أعداد السياح الصينيين إلى هالشتاد منذ جائحة كورونا، حيث يواجه السياح صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول جديدة، حيث كانت قبل الجائحة مزدحمة بهم. في المقابل شهدت هالشتاد زيادة في السياح من الهند والعالم العربي وأوروبا،
فيما تستمر جهود الترويج لجذب الزوار من هذه المناطق، وكانت أعداد الحجوزات الفندقية قريبة من مستويات ما قبل الجائحة مع توقعات بزيادة في العام 2024. وأصبحت رحلات السفر من جنوب شرق آسيا أكثر تكلفة بسبب ارتفاع الأسعار وتغير مسارات الطيران بسبب الصراع الروسي الأوكراني. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم. لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.